الفرقة عندنا رجالة فعلا، ما عنديش حاجة أقولها لهم غير متشكرين. عملتوا على عيالكم زيادة النهاردة، فعلا النهاردة اللعيبة كلها كانت تعبانة. لو كنت تشوف حليم كان في آخر الجيم الثالث ما كانش قادر يقف على رجله وقال هكمل. شكري شفت قلت لك قبل الماتش عنده مشكلة في الغضروف بس ما قدرش يكمل ولعب، بس الحمد لله ربنا كريم، احنا عملنا ماتش كويس النهاردة. فريق الزمالك احنا درسينها كويس قوي قوي، اللعيبة خدوا محاضرة مهمة جدا قبل الماتش على كل حاجة فريق الزمالك بتعملها، طبقوا الكلام اللي اتقال في المحاضرة. الماتش الحمد لله النهاردة طلع بشكل كويس قوي قوي، واحنا بنشكر طبعا اللعيبة على المجهود الكبير اللي عملوه ده بعد بطولة افريقيا وبعد الاجهاد الكبير اللي هم فيه، ان هم يكسبوا ماتش الزمالك 3-0 دي يعني حاجة كبيرة قوي. برغم الاصابات اللي عندنا وبسبب الاجهاد بتاع بطولة افريقيا، الحقيقة كابتن ميدو وانا وجهاز كله قعدنا مع بعض واتكلمنا وقلنا رب ضرة النافعة وان شاء الله ربنا هيكرمنا ويكللنا بالنجاح. عملنا اجتماع مع اللعيبة، اللعيبة طبعا كانوا رجالة جدا ومتحملين مسؤولية. النهاردة حصل موقف غريب جدا واحنا بنسخن، شكري الجويني شد في الخلفية، يعني حاجة قدر الله ما شاء فعل. وطبعا اي اصابة بتحصل بتعمل توتر للفرقة وبتعمل توتر للجهاز، لكن ربنا وحده هو اللي احنا بنشكره على كرمه لينا في البطولة افريقيا وكرمه لينا النهاردة في ماتش الزمالك. لكن برضو عايز اقول لحضرتك ان ماتش الجيش ما زال ماتش قوي في النهائي، لكن بإذن الله انا عندي كل ثقة في ربنا سبحانه وتعالى، عندي كل الثقة في اللعيبة الرجالة اللي هي عايزة تحقق ثلاثية علشان ترجع تاني دولاب النادي الأهلي للكؤوس بعد غياب 3 سنين. احنا السنة اللي فاتت خدنا بطولة أفريقيا، السنة اللي قبلها ما فيش، يعني احنا بقالنا 3 سنين الدوري رايح مننا، النهاردة والكاس النهاردة انت حضرتك عندك هدف قوي، لعيبة طلعة تمام، حتى الاحتياطي اللي بيبتدوا يلعبوا، يعني عايز اقول لحضرتك ان عندهم دفعه كبيره جدا ان هم يقدموا كل حاجه عشان يفوزوا. الحمد لله على المكسب النهارده، احنا لسه الحمد لله لسه راجعين من بطوله افريقيا، الحمد لله توجنا بيها، خدنا بطوله افريقيا وثلاث لعيبه صنفوا من عندنا، عملوا لنا ماتش الكاس قبل النهائي مع الزمالك بعديها بثلاث ايام، الفرقه ما لحقتش ترتاح ولا عملنا اي حاجه، بس الحمد لله اللعيبه رجاله وقد المسؤوليه، الحمد لله قدرنا نتغلب على فريق الزمالك نكسبها 3-0 رغم اللعيبه مجهده وتعبانه جدا، وربنا ان شاء الله يوفقنا في الماتش اللي بعد بكره مع الجيش ان شاء الله. الحمد لله لازم العب وانا مصاب، لان الماتش زي ده ما ينفعش اسيبه بعد الكلام اللي تقال كتير ان انتم خايفين تقابلوا الزمالك وانتم عايزين تاجلوا الماتش عشان طالعين من افريقيا تعبانين ومصابين، لا قدرنا ان احنا نلعب واحنا مصابين والحمد لله قدرنا نكسب. والله الحمد لله روح الفلاحة الحمراء وجمهور النادي الاهلي اللي بيحبه قوي والناس اللي كل يوم بتكلمني، ده كله دوافع ان الواحد يموت نفسه عشان الفلاحة دي، وكل ده عشان جمهور النادي الاهلي. الحمد لله قدرنا نكسب برضه. الحمد لله يعني معانا رجاله وتغلبنا على الاجهاد وعلى الاصابات، حتى المحترف شكري اتصاب واحنا جايين في الاتوبيس خلفيته شدت، فالحمد لله ربنا كان مساعدنا واحنا كنا رجاله في الملعب الحمد لله وقدرنا نكسب الماتش بسهوله. كلنا بنحب بعض، كلنا اخوات حتى مع الجهاز، يعني اخواتنا الكبار والفرقه كلها بتحب بعض، كلنا ايدينا مع بعض، فده بيساعد في المواقف الصعبه زي دلوقتي الناس تعبانه الناس مصابه شويه، فاللي قادر بيشيل التاني، ويعني الحب الناس بيساعد جامد في الاوقات دي. الحمد لله ربنا كرمنا النهارده بالمكسب، اللعبة كلها رجالة، الناس كلها كانت على قد المسؤولية، الحمد لله فرق النهاردة الماتش طبعا قبل نهاية الكاس، وطبعا الديربي بطولة خاصة طبعا أهلي وزمالك، الحمد لله ربنا كرمنا مع أن الناس كانت مجهدة، الناس طالعة من بطولة أفريقيا تعبانة، الحمد لله الناس ركزت قللنا أخطائنا قدرنا أن احنا نسيطر على معظم أوقات المباراة، الحمد لله الحمد لله رب العالمين.